كل واحد سيسأل في قبره. أسئلة ثلاثة. السؤال الأول. من ربك؟ لابد أن تقول ربي الله. الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذا تربية للظاهر للبدن. تربية للظاهر للبدن، يعني البدن الآن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذا ما يقوم به الظاهر. نعم. إذا قشدهم دون يبغوا حديث ثاني الله وحون دلدل. ثم تربية للباطن، فبأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى نتربى من الداخل في الأخلاق، في الدين، في التعامل. نعم. شولغدلهم خطرة الله هو بيغمرش باكتر شي جينش توسر دعونيز. نعم. فبعد أن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنزل الكتب، لابد أن يعبد الله، لا يعبد إلا الله. أقشاد لهم حقدج الله وحقيلا نخلج حون رزق ديل خلج يغطوه حون بيغمرش باكتن خلج دجينش توسن خلج وين مسا أنت أعدو بوقتن الله أنت عنين عبادت ده.